للحديث عن الانتهاكات ضد مدينة القدس والمسجد الأقصى وارتفاع وتيرتها في شهر أيلول الماضي، معنا من إسطنبول أستاذ الدراسات ببيت المقدس الدكتور عبد الله معروف. دكتور عبد الله، بداية مرحبا بك. يعني وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تقول إن الاحتلال الصهيوني دنس المسجد الأقصى المبارك خلال أيلول الماضي أكثر من 23 مرة. كيف تقرأ ارتفاع هذه الحصيلة في شهر أيلول دكتور؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ما جرى في خلال الشهر الماضي والشهر الذي قبله كان بسبب وجود فترة معروفة بأنها فترة كثافة في الاقتحامات الصهيونية في هذه الفترة للمسجد الأقصى المبارك. السبب في ذلك طبعا هو تزامن هذه الاقتحامات مع موسم من مواسم أعياد اليهودية، وهو عيد ما يسمى برأس السنة العبرية، إضافة إلى ما بعده من يوم الغفران، ثم الموسم الأكبر للاقتحامات في هذه المرحلة في هذه الفترة وهو عيد العرش الذي امتد 8 أيام. فلذلك كان من الطبيعي أن يحاول الاحتلال اقتحام المسجد الأقصى المبارك بأكبر قدر ممكن من الأعداد ومن النوعية أيضا في هذه الفترة بالدرجة الأولى. الخطير في هذا الموضوع أن الاقتحامات في هذا العام ركزت على النوعية، بمعنى أنها ركزت على إحداث نقلة في طريقة الاقتحامات، بمعنى أن الاقتحامات ركزت كثيرا على موضوع أكثر من العدد على موضوع الصلوات وإقامة الصلوات علنيا في المسجد الأقصى المبارك. أضف إلى ذلك أنه في يوم رأس السنة العبرية لأول منذ الصهيوني للمسجد الأقصى المبارك عام 67 تم نفخ البوق اليهودي داخل المسجد الأقصى المبارك، وللأسف الشديد لم يتم تغطية هذا الأمر بالتصوير أو بالفيديو للأسف الشديد. ما خطورة ما يجري على المسجد الأقصى دكتور؟ يعني لا سيما مع فرملة المخططات في مناسبة يوم القدس ولاحقا في معركة سيف القدس. الخطورة سيد الفاضل أننا انتقلنا الآن إلى محاولة جديدة، يعني تبين واضحا أن الاحتلال اتخذ فيها قرارا. كنا نتحدث عن هذا الموضوع قبل يعني قبل منذ ثلاث سنوات، ولكن يعني تبين الآن يعني أن الموضوع حقيقة كما كنا نتوقعه. الاحتلال الآن يحاول أن يفرض الطقوس التوراتية والطقوس التلمودية داخل المسجد الأقصى المبارك، وبالتالي يمكن أن نقول أنه يحاول الآن يعني إقامة المعبد في داخل المسجد الأقصى المبارك معنويا عبر إقامة الطقوس كاملة، وكأن المسجد الأقصى المبارك معبد يهودي. يعني هو الآن لم يستطع حتى هذه اللحظة إقامة المبنى الذي يريده داخل المسجد الأقصى المبارك، فيحاول بدلا من ذلك أن يقيم كافة الطقوس اليهودية ويتعامل مع المسجد على أنه معبد يهودي بشكل يعني بشكل واضح، وبهذا يكسب الشرعية في حال تمكنه لاحقا من بناء أو إعمار أي مبنى داخل المسجد الأقصى المبارك، يكتسب الشرعية باعتبار أن وجوده أصبح جزء من الأمر الواقع. هنا خطورة الموضوع. إذا نحن نتحدث عن تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك. ماذا عن دور المرابطين في المسجد الأقصى اليوم دكتور؟ إلى أي مدى يجب تعزيز وجودهم وصمودهم هناك؟ هنا سيد الفاضل ينبغي أن أشير إلى تقرير خطير يعني نشرته مؤسسة القدس في لبنان قبل عدة أيام، مؤسسة القدس الدولية، وتحدثت فيه عن ضعف الوجود الإسلامي وضعف وجود المرابطين وإعاقة عمل الحراس للأسف الشديد في المسجد الأقصى المبارك. الملام في هذا الموضوع للأسف هي السلطات التي تدير المسجد الأقصى المبارك، لأن هناك بعض الجهات في داخل المجتمع الفلسطيني وداخل الإدارة الحالية للمسجد الأقصى المبارك لا تستوعب خطورة الموقف حتى الآن، وتميل وتظن أنها ينبغي عليها أن تبعد المسجد الأقصى المبارك عن أي اصطدامات مع الاحتلال الصهيوني. طبعا وهذا الكلام مع احترام الشديد له هو خطأ، يعني تبين لنا بوضوح أن الاحتلال الصهيوني لا يتعامل بالمثل معنا، بمعنى أنه إذا حاولنا تجنب الاصطدام بالاحتلال وتجنب أنه نتمشكل بين قوسين بالعامية مع الاحتلال الصهيوني في داخل المسجد الأقصى المبارك، الاحتلال لن يدعنا في حالنا ولن يترك المسجد وإنما يتقدم. لكن بالمقابل بمجرد أن يكون هناك أعداد كبيرة وبمجرد أن يكون هناك دعم لحراس المسجد الأقصى المبارك وللمرابطين ووجود واصطدام مع الاحتلال الصهيوني بأعداد كبيرة جدا، فإن الاحتلال يتراجع، وهذا ما بينته هبة القدس الأخيرة في 28 رمضان. نشكرك شكرا جزيلا من إسطنبول أستاذ الدراسات ببيت المقدس الدكتور عبد الله معروف، شكرا جزيلا لكم.